من نابلس بفلسطين لألمانيا، كان السبب حب من أول نظرة. بعام 1999 اجت رانيا بعمر 18 سنة على ألمانيا بدون ما تعرف شو الشي اللي ممكن يواجهها بهذا البلد الأجنبي. السند الوحيد إلها كان زوجها، بس هي كمان إنسانة عندها إرادة جبارة، كانت بتعرف من الأساس إنه أي شي حابة توصل له ممكن، لأنه بقاموسها ما في كلمة مستحيل. بعد 21 سنة بألمانيا كان الحوار مع رانيا بيدور عن خبرتها كعاملة، زوجة وأم، وكيف بتشوف هي من نظرتها الحياة بألمانيا، وكيف النساء على وجه الخصوص لازم يفكروا كرمال يوصلوا للنجاح بغض النظر عن الصعوبات يلي ممكن تواجههم. بتمنى لكم استماع طيب، خلينا نبلش. Deutsch Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und Arabisch mag. عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقتنا الجديدة من عربي ألماني. اليوم الحلقة بالعربي، والضيف تبعي اليوم شخص راسلني عن طريق الفيسبوك وكان كتير متردد أول شيء، ولكن بعدين حب يطلع ويحكي قصته، لأنه أنا مثل ما بشوف هو شرح لي قصته، أنا بشوف أنه القصة اللي حابب يحكيها قصة كتير ملهمة وبتساعد كتير ناس كرمال يوصلوا للهدف اللي بالدنيا بدون أي أعذار. لأنه إذا هذا الشخص وصل للهدف اللي هو بده إياه، فبتخيل أنا أي شخص تاني بيقدر يوصل لهدفه. أنا هون بهاي الحلقة حابب تكون الرسالة بالأخص للنساء، لأنه ضيفتي اليوم كمان واحدة منهم. أنا بتشرف كتير فيكي، أهلا وسهلا رانيا. أهلا وسهلا فيك، شكرا كتير وشكرا على هاي الفرصة. أول شيء بحب أعرف بحالي، أنا اسمي رانيا، متزوجة وعندي ولدين، عمري 38 سنة. أنا أجيت على ألمانيا بآخر 99، يعني هلأ لي 20 سنة نظامي، من فلسطين، من قلب فلسطين، من نابلس يعني. ولما أجيت طبعاً على ألمانيا طبعاً كان عالم مختلف، بس أنا كنت متهيئة على هالشي وحابة كمان، والحمد لله كمان جوزي كان دائماً داعمني وواقف معي، وكنت حاطة يعني خطة وإنه كيف المسيرة راح تكون. وين تسكني حضرتك في ألمانيا؟ أنا ساكنة قريب من شتوتغارت بالجنوب، وأول ما أجيت كنت برويتلينغن، كمان مدينة قريبة على شتوتغارت. رانيا، أنت وقت أجيتي على ألمانيا بال99، يعني هذا الشيء تقريبا من 21 سنة، أنت كنتي يعني أجيتي عن أي طريق؟ كان زوجك هون ولا كنتي أنت لحالك، ولا كيف كان الوضع؟ هلأ أنا جوزي الأصل أمه ألمانية، هو خلقان هون بألمانيا ببروكسل، بس تربى بفلسطين، توفوا أمه وأبوه بحادث سيارة، وتربى عند دار عمه بفلسطين لحد سن خلص التوجيهي، وبعدين طلع على ألمانيا بما أنه معه الجنسية، وتعلم اللغة كأجنبي لأنه ما كان يحكي ألماني، ودرس وخلص دراسة وقرر يتزوج ونزل على فلسطين. أول مرة ما كان فيه نصيب، وتاني مرة تعرفنا على بعض وحسيت يعني أنه فيه كتير تفاهم وفيه كتير ترابط وفيه يعني زي ما بيقولوها حب من أول نظرة. كان بالنسبة لنا التنين يعني في كتير تفاهم، مع أنه كانت الخطوبة تقليدية، بس أنا يعني عرفت أنه هذا هو الشخص المناسب. أنا كان عمري 18 سنة، كنت مخلصة أو لسه بآخر التوجيهي، بس بجوز بسبب الظروف اللي عندنا بفلسطين كنت أوعى من سني، وكنت يعني تقدم لي كتير ناس قبل، بس ما كنت أشوف فيهم الشخص المناسب. طبعا كنت كتير مترددة، فكرة إنه أترك أهلي وأترك بلدي وأسافر على ألمانيا كانت هاي شوي صعب علي، والكل خوفني تحت وبلش يقولوا لي هاي بلاد النازية وعنصرية واللغة صعبة والحياة صعبة وغربة، وبتعرف من هذا الحكي. بس أنا فكرت كتير وكمان سمعت لقلبي، وكنت حاطة خطة معينة، وطبعا كنت أتكلم معه فيها، وبيط عن طريقه أجيت على ألمانيا، يعني عن طريق زواج ومش عن طريق لجوء أو شيء تاني. شو بتحب رانيا تقول عن أول شهر عاشته بألمانيا بال99؟ أكيد هلأ في كتير شغلات هلأ صارت أحسن وأسهل بكتير من أول، بس مع ذلك أنا لما أجيت لهون كانت يعني بالنسبة لي
إنه فرصة كتير حلوة إنه بشوف العالم من ناحية تانية. طبعا حبيت البلد من أول ما جيتها. أكيد تواجهت صعوبات كتير بالنسبة، في عندك اللغة، العقلية، القوانين، البيروقراطية وكل هاي الأمور، بس أنا أول شيء حسيت هون بالأمان، بالحرية، حسيت بمعنى الحياة، حسيت بحبهم للطبيعة، باحترامهم للإنسان، احترامهم للحيوان. طبعا هلأ أول ما جيت على ألمانيا أول شيء عملنا، طبعا هذا كان طلبي كمان، سجلت بمدرسة اللغة، وأيامها ما كان في لا برامج انتجراسيون ولا غيرها، يعني كان كل شيء إنه أنت لازم تنسق وتنظم وتسجل، وكمان على حسابنا الخاص، ومكلفة كانت. أول شيء سجلنا بمدرسة اللغة، كنا ساكنين برويتلينغن، وهو يشتغل بشتوتغارت، يسافر كان من الصبح بكير ما يرجع لآخر الليل. أنا كنت طبعا لحالي، ما في لا أم ولا أخ ولا أخت ولا أصحاب ولا أصدقاء ولا في أي حدا هون. مع ذلك أنا كنت ماخذ الموضوع بتفاؤل، وكنت حابة يعني هيك بتشوق، يعني مبسوطة إنه على الوضع. طيب رانيا، اللي بدي أعرفه منك، أنت مثل ما هلا عم تتفضلي زوجك كان يسافر الصبح ويرجع المساء بالليل، فرانيا أكيد كرمال إنه تمضي الوقت بسرعة أكيد كانت تحب تعمل أي شيء كرمال إنه أي شيء مفيد بالنسبة لإلها. يعني بال99 لا كان في جوجل تفتحي عليه أو يوتيوب وتقعدي تتفرجي على برامج تعليم لغة أو تتعلمي هالشغلات، ممكن كنت تشتري كتاب أو هيك، ولكن أكيد أنت كنت تحبي تنزلي على الشارع أو تروحي تشتري غراض من السوبر ماركت أو هي الشغلات كلياتها. شلون كانت طريقة التواصل بما أنك أنت لساتك كنت كتير جديدة على البلد وما كنت تعرفي شيء؟ كان في لحظات إحباط؟ كان في مثلا يعني شيء بقلب عقلك يقول لك ليش اجيتي على هذا البلد؟ أنت كنت عايشة ببلدك ومرتاحة وكنت بتقدري تتفاهمي مع كل الناس، اجيتي على هذا البلد ما فيك تعرف يعني ما فيك تتفاهمي مع حدا، ويعني وإذا حدا سألك أي شيء ما حتعرفي تحكي معه أي شيء، فكيف كان هذا الشيء يعني خاصة الوقت طويل يعني. تماما زي ما حكيت، أيامها حتى ما كان في إنترنت، أو طبعا كانت تمر علي لحظات. أولها كان إني أشتاق لأهلي، أشتاق لأخواتي، أحس بالوحدة طبعا، بس أنا بطبيعتي دائما بحب أشغل حالي، ما بحب وقت الفراغ أبدا أبدا، وما بحب إني أقعد أضيع وقت، بحب أستغل كل ثانية بوقتي، وبحط إلي مخططات. فكان إلي الهدف الأول، أول هدف، أول شيء إنه لازم تتعلم اللغة، وما حطيت عندي أي خيار تاني إنه اللغة رح تكون صعبة أو رح تاخد مني وقت كتير أو رح تكلفني. خلص أنا حطيت براسي لازم أتعلم اللغة وبأقرب وقت. فزي ما بيحكوها الألمان يعني إنه بزتوك بالماي لتتعلم السباحة، تماما هيك أنا عملت. كنت أنزل تقريبا يوميا، أول شيء أروح أزور المدرسة، أروح على الكورس، أروح على البيت صرت أجيب معي جرايد، أجيب قصص أطفال، أجيب الفلايرز هاي بتتوزع بالمحلات اللي عليها الأسعار، أي شيء بطريقة ألماني أقرأه بالبيت، أسمع بس راديو ألماني. ما حبيت إني أختلط بالألمان، صرت مثلا أحكي معهم، أكون مثلا واقفة أستنى على الباص أو بدي أروح لمكان، أسلم، أعمل هيك محادثة صغيرة، أروح على الدكتور لحالي حتى لو ما بعرف، أحاول يعني بكل الوسائل إني أتعلم اللغة. ما اعتمدت ولا على حدا بحياتي، ما خطر على بالي أخذ معي حدا يترجم لي، يعني الفكرة أصلا ما أجت على بالي. فهيك بسرعة تعلمت اللغة، بدك تقول 80% من اللغة تعلمتها هيك مش بالمدرسة. وأول فترة حملت، ومع ذلك وكان حملي صعب ولحالي، وحاملة لآخر شهر للشهر التاسع، مع ذلك كنت، وما كان عندنا سيارة، كنت أروح كل يوم مشي للمدرسة، وبيتنا كان بالطابق الرابع، والصف بالمدرسة كمان كان بالطابق الخامس، وما في أسانسير، كان كله دراج. مع ذلك كنت أروح على المدرسة، وخلص ما حطيت براسي إنه لا هلا أنت تعبانة أو حامل أو ريحي حالك شوي أو هلا خلص خدي بريك أو كذا. للشهر الثامن أزور المدرسة، بعدين الدكتورة النسائية قالت لي إنه ستوب، هلا لازم تقعدي بالبيت عشان قربت الولادة. حتى وأنا بالبيت حاولت أقرأ قصص، أسمع راديو، أي شيء يعني على التلفزيون، يعني كانت وسائل المتاحة كتير قليلة، بس مع ذلك كنت أستغلها. وحتى بعد ما إجا البيبي كملت بالدراسة، فلما صار عمر ابني 6 شهور عملت امتحان مستوى، فرشقت عن صفين لأنه كان مستواي كتير أعلى من اللي درسته، وكملت كنت أخده معي كبيبي بشتوتغارت، كنت أسافر مسافة لأنه هناك كان في كندر بتويوم، يعني في محل الأطفال تترك الطفل ومعه الواحد زي الجهاز برن إذا الطفل احتاج أي شيء. تمام، يعني
حتى رانيا ما قالت لحالها انه اوكي انا هلا من القانون يعني الالماني بقدر استفيد وضلني قاعده سنتين بمالي عم بعمل شيء لحتى يعني لحتى ارعى طفلي، وبعدها ممكن ابعت على المدرسه تبع الاطفال الصغار بحيث انه كمل دراستي، وانما انت قلتي بعد 6 شهور انا حابه اكمل، وعملتي مباشره امتحان كرمال انك تكملي باللغه بدون ما تعملي صف او صفين. طيب رانيا، انا بهذا الموقف يعني بيخطر ببالي او شيء انا بسمعه كتير هون يعني من نسوان، شو بتحبي تقولي لهدول النسوان؟ هلا اول شيء كل احترامي لكل ام، اكيد وظيفه الام هي وظيفه عظيمه، ورب العالمين ذكرها بالقران وحكى الجنه تحت اقدام الامهات، واكيد ما لها وظيفه سهله، بس ما في اي شيء مستحيل اذا الواحد عنده اراده وعنده هدف وحاطط قدامه بلان. ما في اي شيء، ما يعني مستحيل حدا يقنعني، ما في اي شيء بيقدر يمنع. تقدر الوحده تخصص لها لو نص ساعه باليوم، بس انا ما كنت اسمح لحدا انه يحبطني وانه يكسر من احلامي، وما بدي اخسر وقت. يعني لو قلت هلا خلص معلش برتاح سنتين بالبيت، بيجي الولد الثاني بروح برتاح كمان سنتين، وبتركض السنين والواحد بيطلع على حاله ما انجز شيء بحياته، وانا هذا الشيء ما كنت بدي اياه. كنت حاطه يعني خلص هدف، حتى كنت لما صار ابني عمره 8 شهور الصبح اروح على اللغه وبالليل اروح على مدرسه السواقه، كمان كنت اخذ ابني معي. طبعا لما يكون جوزي صار بالبيت اترك ابني عنده، بس انه خلص حطيتها قدامي، والكل قال لي ما راح تقدري وصعب كثير والدراسه صعبه. الحمد لله نجحت فيها ومن اول مره وبدون ولا غلطه، وعملتها بالالماني خصوصي عشان اقوي لغتي، وعشان انا انه خلص انا قررت اعيش في هذا البلد، انا بدي اتاقلم بهذا البلد، ما في عندي اي خيارات ثانيه. رانيا، اللي بدي اسالك يا هلا، انت تقريبا يعني حاولتي وضليتك عم تتعلمي اللغه خلال الحمل تبعك وبعد الحمل مباشره ب6 شهور، وبعدين عملتي كمان شهاده سواقه. امتى حسيت رانيا انه هي هلا جاهزه لهي الشغلات كلها؟ يعني امتى مثلا خلصت مستويات اللغه اللي هي كانت بدها تعملها، وامتى عملت شهاده السواقه؟ بعد قديش من مجيئك لالمانيا؟ يعني بدك تقول تقريبا بعد سنة وثلاث شهور هيك شيء، أنا كنت ما عندي أي مشكلة، وكنت زي ما بحكوها بحكي فليسنت دويتش، حتى هم ما كانوا يصدقوا أنه أنا مو خلقانة هون، كانوا يفكروني أني أنا أجيت كطفلة أو أنه أجيت صغيرة على ألمانيا. بس لأنه انخرطت دغري معهم وكنت معتمدة كتير على نفسي، و خلص انه ما في شيء مستحيل. يعني لو شو ايش ما عندي موعد شو ما عندي هذا، اقول لحالي خلص انه راح انا اتفاهم الموضوع. اوكي، يعني بما انه انت كنتي اللي عم تموليها للغه لتعليم اللغه، بما انه انتوا اللي كنتوا عم تدفعوا المصاري، فكانت يعني كنتوا انتوا بايدكم تسرعوا العجله تبع تعلم اللغه، وكانت الشغله يعني لصالحكم بالنهايه، بما انه انت كمان كنتي متحمسه وحابه انك تنهي هذا الموضوع. طيب السؤال اللي بدي اسالك يا رانيا، انت كنتي بمدينه قريبه من شتوتغارت، وهديك الأماكن، شو كانت نظرة الناس لرانيا بهداك المكان؟ وخاصة أنا هلأ إذا بدي أتخيل رانيا وهي عم تحاول مثلا تختلط مع الناس، والناس تغري مباشرة، ممكن بما أنه أنت عربية يعني يبين معهم أنه أنت مو ألمانية، تمام؟ فتعرضتي لأي شيء مثلا غريب؟ ما بدي أقول عنصرية، وإنما تعرضتي لنظرات غريبة، أو حسيتي إنه أنت مالك مقبولة بهذا المجتمع أو شيء؟ هلا شوف، هذا موضوع شوي حساس، بجوز في ناس بتحكي لأنه أنا شكلي لا يوحي إني عربية، أوكي؟ فإنه نوعاً ما أنا تقريباً ما تعرضت لعنصرية. من الألمان نادراً جداً اللي كنت أسمعه منهم، مثلاً هم ماخذين أفكار كتير سيئة عنا، سواء عن فلسطين أو كان كعرب بشكل عام أو عن المسلمين، وهذا الشيء أعطاني الدافع إنه أنا بدي أتقن اللغة اللي أقدر أعطيهم الحجج اللي تثبت العكس. وبالفعل لما كنت أحكي لغة منيحة وأثبت العكس، أحس يعني جوا نار وانطفت، يعني هيك فشت خلق. وكتير ناس كانوا كتير ضد العرب وضد المسلمين وضد الفلسطينية، في واحد
واحد حتى كان كتير يعني، ما بدي أدخل هلأ بقصص السياسة، إنه هو كتير يعني أنتي بالستينز زي ما بيقولوها. خليته بالنهاية لما قعدت وأقنعته بالحكي، وبالحكي طبعا المؤدب من غير ما أعترض عن حدا أو إني أغلط على حدا أو إني أحط فئة معينة بصورة غلط، لا بالإقناع وبالأدب خليته بالنهاية يجي يعتذر مني ويصير على جهتي. طبعا أنا ما عندي كان هدف إني أغير رأي حدا، بس بدي أثبت إنه لا مش مزبوط الأفكار اللي أنتم ماخدينها عنا، إنه إحنا متخلفين وإنه إحنا بنركب الجمال وإنه إحنا يعني بعنا بلدنا ومن هذا الحكي، وإنه إحنا كمان متشددين وضد المرأة ومن هذا الحكي. فمن الألمان لا يخلو بس قليل كتير كتير كتير، يعني المرات اللي تعرضت فيها ما بتنعد على إيد. وطبعا كنت أطلع من الموضوع أقوى لأنه أنا بدي أثبت العكس. يعني بالنهاية رانيا حاولت من خلال الاختلاط والاندماج مع المجتمع الألماني إنه تكسب منه مهارات أكثر بتعلم اللغة، بحيث إنه توصل للمرحلة للهدف اللي هي رسمته لإلها. لأنه نحن بحياتنا دائما في عنا أهداف، ولكن هاي الأهداف ما بتكون كل بناخذها وبنقول إنه بدنا نحققها كلياتها مع بعض، وإنما مثل ما بيقولوا يعني خطوة خطوة، والواحد بيحقق الأهداف. فرانيا حققت أول هدف واللي هو الاندماج وتعلم اللغة، ومثل ما قلتي أنت بعد سنة وثلاث شهور قدرتي تحصلي على الشهادة اللي المطلوبة اللي انت بدك اياها، وبنفس الوقت كمان حصلتي على شهادة السواقة اللي هي شغلة كمان كتير منيحة. وبعدين قلتي لي انه دخلتي بالاوس بيلدونج، مع انه انت هون كان عندك ولد. تماما بهاي الفترة كمان حملت واجاني كمان ولد، يعني صار عندي الولد الثاني. واكيد اكثر من مرة كمان وقعت، بس كنت ارجع اوقف واحاول اني الاقي حل ثاني. يعني مثلا انا اجيت هون على اساس بدي اكمل جامعة، بس الابيتور تبع الشهادة التوجيهية ما اعترفوا فيها لانه ايامها فلسطين ما كان معترف فيها ولا موجودة بالسيستم كله. طبعا كان هذا الشغل محبطة لإلي، بس قلت لحالي اوكي مش مشكلة، ممكن ما إلي خير فيها، ما في نصيب فيها، بنعمل شغلة ثانية، نحاول طريق تاني. يعني دائما الواحد بتعثر بس لازم يحاول يكمل، وانه ما يضل محل ما هو، يحاول يلاقي بديل للطريق او انه يزبط الطريق. هاي اول نقطة. تاني نقطة، هون المانيا هاي هي الفكرة اللي انا حابة اوصلها عن طريق البرنامج. حابة اعطي لغيري دعم او امل او تشجيع، اورجيهم انه كيف الواحد ممكن ياخذ بطريقه. هون هذه البلد عن جد انا لي 20 سنة بهالبلد، فرصة وفرصة كتير كبيرة، إنه هون بيقدر الواحد يدرس بغض النظر عن عمره، بغض النظر عن مستواه التعليمي، بيقدر يغير كل المجالات. هذا مش موجود بأي بلد تاني. وكمان التعليم شبه مجاني، يعني المدارس هون كلها شبه مجانية والجامعات كمان شبه مجانية، فالواحد بيقدر يعمل ويحقق كتير شغلات ببلادنا مش ما بقدر الواحد عليها. يا اما بده يكون معك واسطات ومصاري كتير، يا اما بدك تكون طلعت برا ودرست برا ويعني استثمرت من ناحيه تانية. فهذه البلد عن جد فرصه، واللي بقول لك ما بتقدر تحقق شيء بيكون هو انسان فاشل وعم بيحب يعلق فشله على شماعه ويحبط التانيين لحتى يحس حاله انه مش غلطان. طيب رانيا، انت يعني صار عندك خبرة بهذا البلد، يعني انت صار لك اكثر من 21 سنة، فانت جمعتي يعني كثير خبرة بالحياة بالشغل بكل المجالات بتخيل يعني. فممكن تحكي لي رانيا شو عملت، شو هو الاوس بيلدونج اللي عملته، او شو الشغل اللي اشتغلته رانيا طول حياتها يعني؟ ورانيا اخذت اجازه من هذا الشيء وقالت انه انا حابه اتفضل اولادي، ولا ظلت رانيا دائما انه العائله ولكن الشغل هو يعني شغله كتير مهمه بالنسبه لي وانا ما راح اتركها؟ هلا انا بالنسبه للمسيره تبعتي، انا زي ما حكيت كنت مخلصه توجيهي وكان الهدف تبعي اني ادرس بالجامعه. كنت حابه ادرس اننغام اركتكتشر اللي هي هندسة الداخلية للبيوت، يعني هندسة الديكور وتقسيم البيوت، بس للأسف ما مشي الحال لأنه التوجيه تبعي ما اعترفوا فيه. وسألت فيها لو بدي أعيد التوجيه هون رح أعمله طبعا تايل سايت لأنه كان عندي بيبي، رح تسحب من الموضوع 4 سنين، وأنا ما كنت حابة أخسر وقت. فقلت لحالي أوكي بعمل أوس بيلدونج. شفت شو في أوس بيلدونج إلها علاقة كمان إنه الواحد يكون كرياتيف وهيك، فدخلت الأوس بيلدونج تبعت الكوسميتيك، كمان كان هذا مجال بحبه وبيعجب. الدراسة عادة بتكون 3 سنين ونص، أنا عملتها مكثفة بسنة، وأخذت مع إنه كان عندي 2 بيبي، ابن صغير كان عمره 5 شهور، أخذت الأولى على الصف تبعي والثانية على المدرسة.
حتى الأستاذ تبع الديماتولوجية كان يخليني أشرح الدرس أحيانا. وكان طبعا في مثلا في وحدة كانت عندنا بالصف كانت تنقهر إنه شوفوا هاي الأجنبية عم تاخذ علامات أحسن مني وأنا ألمانية، لا يخلو الأمر طبعا. فيه بعد ما خلصت الأوسبندونج فتحت أنا إلي محل، بس حسيت إنه هذا الشيء رح ياخذ كتير مصاري، إنه الواحد لازم يستثمر عدة سنوات لحتى يطلع يعني يجيب مصاري بالمشروعات. فبعد سنة تركته لأنه ما بدي انه اخرب بيت العيله زي ما بيقولوها، او اخذ انه احنا من الشغلات اللي وفرناها للمستقبل بالمشروع وما يزبط. فدورت على شغل واشتغلت في عده محلات بالاينس الهندل، تقريبا 10 سنين اشتغلت بالاينس الهندل بمجال علاج البشره، بمجال التجميل، عطورات، مكياجات، كريمات. طبعا هذا الموضوع بالمانيا كتير عميق، مش زي الناس بتفكر انه الواحده بتبيع مسكره وقلم حمره، لا، بدك تعرف المحتويات ومن وين بتيجي، شو أثرها على الجسم، شو أثرها على النفسية، الكريمات بدك تعرف كل أنواع البشرة، يعني يكون الواحد تقريبا نص دكتور بشرة. وانت كنتي مسؤولة عن الاستشارات وعن البيع. تماما، وعلاج كمان، يعني عدة شغلات. وغيرت أكثر من محل، أولها كنت مبسوطة، كان الشغل حلو، كانت الظروف تختلف، ومع الوقت صار الشغل متعب، وصار كنوع من يعني صرت حاسة حالي كأني جارية عندهم أو عبدة عندهم، إنه تعالي بالوقت الفلاني وبدك تشتغل من الصبح للمساء، صارت أوقات العمل أطول، الشروط صارت أصعب. فحسيت حالي آخر الشيء آخر سنتين إني لا، أنا هون مش مبسوطة، مش مزبوط، مع إني غيرت أكثر من محل، بس لقيت إنه وين ما كان نفس الظروف عم تتكرر. فهلأ قررت من آخر السنة الماضية، يعني أنا بلشت بهالسنة السنة، إني أعمل أوسبندونج جديدة. طبعا الكل حكى عني إني مجنونة، شو عمرك 38 سنة وهلأ بدك تقعدي تدرسي؟ بمجال الفينانس بالتمويل. وطبعا بعد ما دورت كتير ودرست كتير وشفت شو في خيارات تانية، شو ممكن أعمل، شو ممكن أدرس، شو في شيء بيفيدني، وهلأ عم بعمل كسيلفستانديجر، بدرس الموضوع وبشتغل فيه بنفس الوقت. يعني أنا حاليا بشتغل وبدرس، وفي كمان أنا متطوعة، وطبعا عندي البيت والأولاد أكيد. طيب رانيا، شو الدافع اللي بيخلي رانيا كل يوم الصبح تفيق بعزيمة جديدة وبهمة جديدة وبدون ما أي شيء يقلها طيب خليكي قاعدة بالبيت، انت عملتي كتير شغلات هلأ؟ لا أقول لك، أول شيء شكراً كثير على المجاملة الحلوة. وأولادي زي ما حكيت الحمد لله هلأ كبار طبعاً ومعتمدين على نفسهم، والحمد لله يعني أنا بفتخر فيهم. وبالنسبة للدافع عندي هلأ، أنا كثير مر علي تجارب ومر علي ناس وكثير شفت شغلات. فترة إني أقعد بالبيت هلأ، في فترة قصيرة لما كانوا صغار بيبي قعدتها فيها بالبيت، حسيت حالي مخنوقة ما قدرت، يعني كنت كل يوم أحاول مثلاً أطلع أعمل مثلاً مشوار مع الصغير للشبيل بلات، أو أروح على حديقة عامة أو شيء. إني فكرة إني أقعد بالبيت بس إني أمسح وأطبخ وأنظف وأستنى ليجي جوزي آخر النهار على البيت، أنا شخصياً ما بتقبلها، أنا ما بقدر أعيش هيك، بحب دائماً أكون منتجة. تاني شيء إنه أنا بحب دائماً أحسن من وضعي، من وضع حياتي. وفي عندي قاعدة، هي قاعدة بقولوها بالإنجليزي take it, change it or leave it، يعني إذا شيء ما عجبك يا إما بدك تتقبله مثل ما هو، يا إما بدك تتركه، يا إما بدك تغيره. وأنا هاي القاعدة دائماً عندي بكل شيء، حتى بالعلاقات الاجتماعية، إذا في شيء بحياتي مو عاجبني بدل ما أقعد أنق ويعني أقول ليش هيك وليش يا ربي هيك عم بصير فيي وليش أنا وشوفي غيري، لا، بغير هذا الشيء. بعدين في عندي نصيحة للكل، وهذا عن جد كتير بساعد، لما الواحد بساعد غيره هذا الشيء بعطيه كتير طاقة إيجابية إنه يكمل أكتر ويصير أحسن وأحسن وأحسن. لما الواحد ما بتطلع على نعمة غيره، سواء كانت النعمة مادية أو بشي تاني، ويحب لغيره الخير، هذا كمان الشيء كتير بعطي دافع لقدام، بصير الواحد بيكون أحسن وأحسن لأنه عن محبة ومش عن كيد أو بلاء أو حسد لا سمح الله. زوجك كان له أكيد أثر على مسيرتك بألمانيا، شو اللي عمله زوجك كرمال رانيا تقدر توصل لأهدافها؟ لأنه بتخيل إذا كان شريك الحياة كمان يعني بيشارك الشخص أهدافه فبتصير الحياة كلها أسهل، فأنا بتخيل أنت ما قدرت تحقق هدول الأهداف بدون ما أنه شريك حياتك هو يقدر يساعدك أو يعطيك دفعة كمان للأمام إن كانت ماديا أو معنويا. ف
شو بتحبي تخبريني عن هاي عن هاي النقطة؟ أكيد هلا أنا بحمد رب العالمين، وطبعا هذا كله من توفيق رب العالمين مو من شطارتي، وأكيد هو أكبر نعمة صارت بحياتي. هو كتير كان يدعمني بكل شيء، ودائما كان في ثقة بيناتنا، ودائما كان يعني كل شيء بيقدر يساعدني فيه، سواء إنه يدير باله على الأطفال أو يساعدني مثلا بالبيت، ما في عنده أي مشكلة طبعا بقدر المستطاع لأنه كمان هو بيشتغل. أكيد في كان لحظات يعني بضل العقل العربي بضل في شوية غيرة بضل في شيء، بس بالنهاية إنه الثقة موجودة والدعم موجود، وانه كان يؤمن انه انا بقدر كل شيء احقق، شو حبيت ادرس شو حبيت احقق، انه لا انت بتقدري، انت رح تنجزي، انت رح تعملي، انا بؤمن بقدراتك وبساعدك. حتى فتره انه لما كنت بعمل دراسه والاوسبندوم مع الاولاد كان دائما يساعدني، ف يعني الحمد لله هو دائما وقف وراي. وبس انا عندي فكره الزواج عبارة عن حياة مشتركة، مش عبارة عن إنه واحد بجيب مصاري وأكل على البيت والمرأة بتنظف وبتطبخ ويعني وبتعمل الشغلات التانية. لا، الزواج حياة مشتركة. حياة مشتركة يعني بنشترك بنفس الآلام، بالأفكار، بالأحزان، بالأهداف، بالتعب، بكل شيء حياة مشتركة. فإذا هذا الشيء ما كان مزبوط طبعاً راح يكون في صعوبة أكبر إنه الواحد يحقق أي هدف. طيب رانيا، انت حكيتي بشغلة التربية تبع الأطفال، كيف قدرتي تربي ولادك بالطريقة اللي انت بتشوفيها صحيحة وتقدري تعطيهم من العادات والتقاليد اللي عنا بعالمنا العربي، وانت بتشوفيهم طبعا هدول العادات والتقاليد صحيحة، قدرتي توصلي لهم اياهم وشفتي انه هن كمان عم يطبقوهم لهدول الاشياء؟ مع القعدة سؤال كتير مهم. خوف ما كان عندي أبداً، لأنه أنا صراحة أنا شفت عند الألمان أخلاق أحسن من مجتمعاتنا. يعني هون ما في عندهم لا لف ولا دوران، ولا في عندهم كذب، ولا في عندهم حسد، ولا في عندهم مظاهر كذابة، ولا في عندهم إنهم يتدخلوا بحياتك الخاصة أو يتلمقوا أو هاي المجاملات المبالغ فيها، ما في كل هاي الأمور. بالعكس أنا حسيت هون جو نظيف لتربية الأولاد. وعلى الأقل يعني أنا بعطيك شغلة، يعني مثلا ابني كبير بروح على المدرسة بشوف أولاد صفه الكبار بالعمر بيسهروا وبيشربوا وبيدخنوا وما إلى ذلك، هو بيعرف لكم دينكم ولي دين إنه هدول غير دين، هدول غير أخر، هدول بقول له على الأقل هدول ألمان إحنا مش هيك. مع إنه أنا الحمد لله أولادي باقتناع، يعني هم بالعكس هم بيجوا بيصححونا. لما يكون الولد ببلادنا وبشوف هاي الأخطاء شو بدي أقول له؟ ما عندي أي حجة ساعتها، ما بقدر أقول له شيء. وأنا ضد مليون بالمية ضد العنف بالأسرة، سواء عنف لغوي أو عنف جسدي، والإشي بيجي بالمحبة وبالإقناع. من هم صغار من عمر الولد يوم بحكي معه بالعقل كأنه شخص كبير وبفهمه، بعطيه طبعا عاداتنا وتقاليدنا وإنه إحنا ديننا هيك. وأهم شيء الخوف من رب العالمين. الولد إذا خاف من ربنا وين من كان هو ماشي صح، لأنه عارف إنه ربنا شايفه. إذا الولد خايف من أهله، أول ما أهله يكونوا بعاد عنه أو مو شايفينه رح يغلط بغض النظر بأي بلد بالعالم. هذا الشغلة بتأسسها بالقلب وبالمحبة مش بالإكراه، لا إكراه في الدين. والتربية تفاهم. فأنا بالعكس أنا شايفة صراحة هون تربية الأولاد كتير أسهل. وإذا عن جد الأهل بدهم يربوا أولادهم هيك، والأهم يكونوا الأهل نفسهم مثل. يعني أنا أقول لابني ما تكذب وأكذب عليه، ما رح يرد علي ابني، أو أقول لابني ما تسرق وبسرق، ما رح يرد علي ابني، معناته أنا كذابة ومش مثل. فالأولاد بتبعوا اللي بيشوفوا أهلهم، إذا شافوا أهلهم صح رح يكونوا صح. كلام قيم يعني، وبتمنى انه الناس اللي عم تسمع الحلقة تعرف انه في ناس قدرت توصل لهذا الشيء اللي انت عم تحكيه يعني، وانت عم تحكي طبعا عن خبرة وعن تجارب يعني، وما عم تحكي عن نظريات. بصراحة يعني انا حابب اعرف منك مرة تانية، شو الإنجازات اللي حققتها رانيا بمسيرتها بألمانيا؟ طبعاً أول إنجاز الحمد لله كان كتير مهم عندي، اللي هو عملت اللغة والرخصة. طبعاً إنجاز صغير بس إنه كمان هذا كان شيء مهم لألي. الإنجاز الأكبر الحمد لله أني قدرت أربي أولادي، الحمد لله قدرت أزرع فيهم القيم، وقدرت أزرع فيهم الأخلاق، وقدرت أزرع فيهم حب رب العالمين والخوف من رب العالمين، رغم إنه ما كان متوفر كل هاي الأمور. هذا بالنسبة لي أكبر إنجاز، وإنه قدرت أساعد كتير ناس يدخلوا شوية أمل في حياتهم، سواء إنهم لقوا شغل أو لقوا بيت، أو إنه حسنوا من لغتهم أو غيروا أسلوب تفكيرهم النمطي القديم، أو إنه شافوا الدنيا بأسلوب تاني. يعني الواحد بيلاقي الشيء اللي بيدور عليه. وخلال 3 سنين، يعني هاي تعتبر فترة كتير قليلة وجيزة،
عملوا لي الاي باكجراوند تيست، ولما رحت حتى قد ما كنت عم برغي 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 بالالماني حتى ما عملت الامتحان، وصاروا تقول لي خلاص انت واضح يعني بتحكي فليسن دويتش، وختموا لي الورق وعملوا لي حتى احتفال. وطبعا لما اخذت الاوس منه واخذت البلاتس تسفاي على كل المدرسه كمان، هذا كان كثير شيء كثير انجاز كبير لإلي. وهلا ان شاء الله الهدف الجاي اني انجح بالامتحان الايهاكا، ادعوا لي لأنه الامتحان شوي صعب، وإن شاء الله باخذ هاي الشهادة، وهذا بكون الإنجاز القادم إن شاء الله. أنا بكل حلقة رانيا بسأل ضيوفي 3 أسئلة قبل ما ننهي الحلقة، وحابب بلش معك بأول سؤال. رانيا، كيف توصفي حالك ب5 صفات؟ كيف أوصف حالي ب5 صفات؟ هلا أنا إنسانة طموحة، متفائلة، بحب أساعد الغير كتير، بحب الخير لغير كتير، مثابرة خلينا نقول. وكمان هي في شغلة هي منيحة ومو منيحة بنفس الوقت، يعني أنا دائما بحب الشغلة أعملها كتير على أصولها، فأحيانا بكون كتير شديدة مع نفسي أو إنه بكون بعمل عائق لنفسي. طيب رانيا، شو بتحبي تقولي لرانيا تقريبا قبل 25 سنة؟ بحب أقول لها ما تكوني طيبة زيادة عن اللزوم، وما توثقي بالكل، ما تخلي الكل يستغلك، هذا كتير شيء مهم. وإنه كل شيء رح تحطيه قدامك رح تنجحي فيه، بس ما تخلي حدا يحبطك. كمان شغلة ديري بالك على جوزك. في شي عندك اي قول بغض النظر عن اللغة انت سمعتيه؟ هلا قلتي لنا مثلا يا اما تقبل الشي يا اما اتركه يا اما غيره، ففي عندك اي قول تاني انت سمعتيه او قريتيه او انت كونتيه لهذا القول بتحبي تقولي لنا اياه باي لغة كانت؟ ما في مشكلة، ممكن ترجمينا اياه بعدين بالعربي. بحب أحكي إنه ما في شيء مستحيل، أبدا ما في شيء مستحيل. الواحد إذا عنده إرادة وعنده هدف وتوكل على رب العالمين، ربنا قادر إنه يحقق كل شيء وإنه يعمل إنه كل شيء يصير. لو ما صار دغري ممكن يصير لبعدين، بس إنه الواحد ما يستسلم. راني أنا بحب أختم دائما الحلقة بكلماتك يعني، فبدي منك تقولي توجهي رسالة لكل شخص على هذا الكوكب، شو بتحبي تقولي له؟ هلا اول شيء شكرا كثير لك على ثقتك وعلى مجاملتك وانك اعطيتني الفرصه. انا هدفي بس اني اشجع غيري وورجيهم كيف ممكن يكون الطريق. وبحب احكي للكل بغض النظر شو التجارب اللي عشتوها، بغض النظر شو خسرتوا، بغض النظر كيف كانت حياتكم بالاول، ما تضلوا تطلعوا لورا، اطلعوا لقدام، ما تضلوا تقولوا لو ولو لو، ما راح تفيدكم شيء. حاولوا تشوفوا هلا الواقع الموجود، شو بقدر استفيد منه، شو بقدر استثمر فيه، شو اهدافي لقدام، شو بدي اعمل. كل شيء ممكن، وإنه الناس تحب الخير لبعض، إنه الناس تحاول تساعد بعض. أنا بتشكرك من كل قلبي رانيا، وبتمنى لك التوفيق بحياتك والسعادة وإنك توصل لكل الأهداف اللي تحطيها. بتخيل إنه أنت من الأشخاص اللي لو كان صار عمرهم 80 سنة ممكن يحطوا أهداف جديدة لإلهم ويحبوا بحققوها، فلذلك بتمنى لك كل التوفيق والسعادة بحياتك. عجبتك الحلقة وأنت حابب تدعم القناة؟ إذا أنت بتسمع القناة على أبل بودكاست أو آيتونز فيك تترك لنا تعليق وتعمل تقييم كمان للقناة، وهذا الشيء بيساعدنا كتير كرمال انه دائما تكون هاي القناة ظاهرة لكل الناس وتنسمع من كتير عالم. انا رح اكون شاكر لك طول العمر اذا بتاخد دقيقة من وقتك وبتعطينا تقييم للحلقة. بتشكرك كتير من قلبي، بتمنى تكونوا انبسطتوا بالحلقة، بتمنى تضلكم بخير وسلامة، نشوفكم بالحلقات الجاية، سلام. Das war's schon wieder mit Deutsch Arabisch. Bis